الحمد لله مكرمنا وإياكم بمواهب تتوالى وجود واسع تعالى، له الحمد شكرا وله المن فضلا، أكرمنا ببعثة من ختم به الرسالة وجعله سيد أهل التعليم والدلالة محمد بن عبد الله، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فكنا به خير أمة عظمت عليهم المنة والرحمة، وتوفر نصيبهم من أسرار النعمة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم كما أنت أهله بما أنت أهله على من جمعت فيه الفضائل وجعلته خاتم الرسائل وأجول وأقوى وأعظم الآيات والدلائل وأشرف وأوسع وأرفع الجاهات والوسائل، وصلي وسلم معه على آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من سار في دربهم من الصادقين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنبتدئ مجالس الروحة لهذه الدورة المباركة، وقد استمعنا إلى بيتين من قصيدة الإمام الحداد يقول فيهما: يا صابرا أبشر وبشر من صبر بالنصر والفرج القريب مع الظفر، نال الصبور بفضله ما يرتجي وصفت له الأوقات من بعد الكدر. وأنتم بصدد تأمل معانيها وحفظها، والله يجعلكم ممن يحفظ العمل بها ويحفظ سرها والتحقق بحقائقها. ابتدأ مخاطبة الصابر أي الذي نال الوصف الشريف الكريم الذي هو مقام من مقامات اليقين ودرجة من درجات التقوى والقرب من رب العالمين، الصبر، ويقول: يا صابرا، وحسبنا أن الله ذكر لنا الملائكة الكرام عليهم السلام الذين يدخلون من أبواب الجنة على أهل الجنة بالاحترام ولأجل الإكرام، رسل رب السلام، فيسلمون عليهم فيذكرون هذا الوصف من جملة جميع أوصافهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، قد صبروا وقد شكروا وقد جاهدوا وقد توكلوا وقد، ولكن يذكرون هذا وحده لمكانته لمنزلته عند الرب، ولأنه من أقوى الأسباب في الوصول إلى الجنة ودخولها: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فشريف المنازل إن أردتها ورفيع الدرجات إن رغبت فيها، مفتاحها الصبر وسلمها الصبر ومرقاها الصبر ودخولها بالصبر، فعليك بالصبر. ولقد ذكر الحق لنا أنه إنما يختار على ظهر هذه الأرض الدعاة إليه الذين يجعلهم لعباده أئمة يقتدى بهم بواسطة الصبر، وقال عمن اختارهم قبلنا في الأمم:
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين مع عزيمة الصبر قليلة في الناس، وأولئك القليل هم أهل القدر الجليل عند الجليل. ولهذا قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الله في الصبر عزيمة الصبر وفي اليقين، مشيرا إلى قلة من يحصلهما. قال ومن أوتي حظه من إن من أقل ما أوتيتم، من أقل ما أوتيتم، ما يؤتاه إلا القليل في الأمة. إن من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، اليقين وعزيمة الصبر، أو عزيمة الصبر واليقين، فمن أوتي حظه منهما فلا يبالي ما فاته حتى من كثرة صلاة ولا صيام، إذا أوتي حظه من اليقين وعزيمة الصبر. اليقين وعزيمة الصبر، فنسأل الله أن يوفر حظنا من اليقين ومن عزيمة الصبر، ونرجو أن تكون من نوايانا في خلال اجتماعاتنا في هذه الدورة أن يهبنا الله من هذه الهبة التي يهبها القليل من عباده حظا جليلا وقسما جزيلا من اليقين ومن عزيمة الصبر. ومن أوتي حظه منهما تهيأ لأن يكون إماما في بيته وفي محيطه وبين أصدقائه وأصحابه وفي عمله وحيثما كان، إذا كان عنده اليقين وعزيمة الصبر فهو إمام يقتدى به، يؤثر بحاله وقاله وفعله في من حواليه. يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وبالجد والصبر الجميل تحل في فسيح العلا، فاستوصي بالجد والصبر وحالف الصبر، واعلم أن أوله مر وآخره كالشهد والضرب. فمما يتكون الصبر وكيف يقوم وما هي حقيقته؟ إنما يكون الصبر بمعرفة وحال وعمل، وهكذا كما ذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله وغيره، جميع شؤون الدين قائمة على معارف وأحوال وأعمال. فبالمعرفة يحصل وينتج ويتفرع الحال، وبالحال تصدر الأفعال والأعمال. فإنما يتحصل حال الصبر بمعرفة مغبة الشهوات وما يبطن في اتباعها من بلايا وآفات ومصائب مقبلات وعواقب سيئات، وما يحصل بالكف عنها والانزجار عنها من شرف قربة ورفيع رتبة ونيل محبة وكشف كربة وعطاء لم يجعل الله له بين الخلائق حسبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقف الحساب، إذا أعطيت الصبر خذ من عطاء وقف حساب، ماشي حساب. ولما كان من مظاهر الصبر الصوم، قال الله كل عمل ابن آدم ضعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع ما ضعف إلى ذلك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن فثواب الصبر أبى الله أن يحد، أن يحد وأن يحصر وأن يعد. ها يقولوا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن فالصبر قوة من العزيمة والإرادة
تدفع دواعي الشهوات والمستلذات والمرادات، وهذا هو الذي يختص به بنو آدم ويتميزون عن الملائكة الكرام وعن البهائم والحيوانات. فالبهائم والحيوانات مخلوقة مسلطة عليها شهوات معينة تتصرف فيها، لا تقوى على الصبر لأن ليس لها من العقل والمعرفة والحكمة ما يرى عواقب الأمور ويمتد إلى غاياتها ونتائجها، فهو يتصرف لا صبر عندهم. وما يظهر عليه من أنواع الجلد ونحوه فهو من جملة ما سخر فيه وسلط عليه، كما قال تعالى وذللناها لهم، فهم هي خلقت كذلك، يكون هذا من جملة ما تهدى إليه بحكم فطرتها وخلقتها، تتذلل لابن آدم يركب عليها مثلا ويذبحها، ولكن ليس لها من العقل ما تقاوم به دوافع ودواعي. وأما الملائكة فقد خلقهم الله أرواحا مجردة هائمة في حضرة الرب، لا تنازعها شهوة ولا تدافعها إرادة لغير الحق أصلا ما تريد بها، فما يحتاج إلى الصبر. ابن آدم هو الذي يحتاج إلى الصبر، عنده الروح الكريمة التي تحب السمو والارتفاع والارتقاء والاطلاع والاقتداء والاتباع لتحوز خير المواهب من أكرم واهب، وفيه نفس فيها شهوات تحب التجبر والتكبر والإدبار والانقطاع والانهماك في مشتهياتها، فيحتاج أن يسلط عليها قوة العقل بهذه المعرفة التي أشرنا إليها، فتحدث عنده حالا هو حال الصبر، فيصدر عنه أن لا يضجر، أن لا يغضب، أن لا يسترسل، أن يترك ما يضر، وأن يتحمل المشاق والمتاعب فيما يوقن أن عاقبته الخير، عقبته الهدى. هذا هو الصبر يحتاج إليه الآدمي والجني، والذي تحتاجه الحيوانات ليس في ملكها ولا عند الملائكة لكمال هذه البهائم لنقصها، والملائكة لكمالها، وابن آدم بين الرتبتين، ولكن مع ذلك أكرم من الحق بهذه الروح وهذا العقل، وأيده بملك يكون معه. مهما حاول الشياطين من قبل النفس إغواءه أيد بملك، فتكون الملائكة معه ليرتفع ويرتقي، ولا يهلك على الله إلا هالك. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا هو الحكم الماضي على جميع المكلفين من أيام ابن آدم إلى أن تقوم الساعة. لا يملك فرد ولا شعب ولا دولة ولا أحزاب ولا حكومات أن تقدم فيه ولا أن تؤخر ولا أن تصدر في مقابلته شيء، وجميع ما ينتهون إليه بجميع قواهم لا يحكمون إلا فيه أجزاء من الدنيا و أعداد من أهل الدنيا فقط، لكن هذا حكم يشمل الأول والآخر والقريب والبعيد والصغير والكبير والأمير والمأمور والخير والشرير والمؤمن والكافر، كل مكلف من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة، والحكم هو كما حكم لا معقب لحكمه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا حكم، أي حكومة تقدر تصدره؟ حكومة ولا حكومة ولا ملائكة ولا إنس ولا جن، حكم صادر من مالك الكل وبارئهم ومنشيهم، وهو النافذ، وهو النافذ.
ماذا يقدرون يصدرون من أحكام كلها هينة وصغيرة أمام هذا الحكم الكبير من العلي الكبير؟ قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. نعم، هكذا. فبهذا الوصف الشريف ينال صاحبه أنواع البشرى، ومنها ما أشار إليه الإمام الحداد: يا صابرا أبشر بعطايا كثيرة ومنن وفيرة وخيرات جليلة ومنح جزيلة وعطايا ما لها من حد ومنح لا يمكن أن تعد من قبل واحد أحد فرد صمد له الحكم هنا وفي غد ذلك ربك الذي بيده ملكوت كل شيء فيا فوز الصابرين. فلا ينبغي للمؤمن أن يقلق ولا أن يجزع أمام حادثة ولا أمام شدة ولا أمام رخاء ولا أمام، بل بإيمانه وقت الرخاء هو المتذلل الخاضع المعتدل في فكره الشاكر للذي أعطاه الرخاء، وفي الشدة هو الصبور الثابت القوي الذي لا يتزلزل ولا يتزعزع ولا يجزع. وهكذا وتراء الفارق الكبير، قال تبارك وتعالى عن أولئك المنافقين يودون أنهم بادون في الأعراب ويخافون من مقابل القتال، وقال عن هؤلاء المؤمنين الذين قالهم الناس ناسكتين وخشون فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا تسليما. ثم ذكر مقطعا أو مفصلا في الفرق بين القومين، سيدنا خالد بن الوليد يقول مخاطبا بعض زعماء الفرس على كفرهم، يقول لكم أن نستلمكم على كذا وكذا وكذا وكذا، وإلا فقد جئتكم بأقوام يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة ويحبون الموت كما تحب فارس الخمر. قال مثل محبتكم أنتم للخمور مشتشرة عندكم في تلك الأيام وراها كلكم ليل ونهار، قال هذول يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر ويحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة، فما تقاومهم أسلحتكم ولا ما عندكم. الله أكبر. يا صابرا أبشر وبشر من صبر، وسيأتي معنا بعض الخبر عن تلك الغرر من عظيم الجود من البر الودود من غير حد محدود، رزقنا الله الفهم والعلم والحكم والأدب وارتقاء الرتب والاتباع والاقتداء وحسن الاهتداء، فالاقتداء ثم الاهتداء، فالاصطفاء حال فوق حال. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا.